تفضل تفضل. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا هلا. وين الشيخ شداد؟ ما اشوفه بالمجلس. ما هو بالمجلس، غريب والله، بالعاده الوقت هو يقعد بالمجلس. طيب اجل انا بروح للمجلس، واول ما يجهز الشيخ شداد قل له نادي انتظرك. تعال افطر معي. طيب تعال اقعد. ما دامك لزمت ما نبقى الا. تعال كريم، عندنا مشوار مهم خارج الديره، لازم نروح له. مشوار مهم؟ والله غريبه. تدري وش الغريب؟ الغريب انه ابوي ما هو بغرفته. انا رحت للغرفه ما لقيته، فتوقعت انه بالمجلس. غريبه، مع انه قال لي تعال بدري ولا تاخر. اسمع يا شماس، ما عندكم بيض؟ اقول قم قم، بس وترتني انت. قم قم، خلينا نشوف ابوي وينه. قم اللي والله في بيض. يلا مشينا، يلا مشينا مشينا. انا اقول يمكن ابوي راح للمزرعه اللي بمدخل الديره. لا يا شماس، شلون يروح على رجليه والسيارة موجوده؟ ولا لك هذا انه ابوي. وش مقاعد بهذا يبا؟ هذا انت؟ وينك مختفي من الصبح وحنا ندور عليك؟ قومني قومني، بس قومني سم. الحين انت وياه بدل ما تدورون علي انا، دوروا على مشاري المفقود، صار لك كم يوم. بعدين وش من الصبح مدري وينك فيه؟ بزر انا بزر؟ ايش فيكم انتم متلخبطين؟ لا لا بس يا شيخ، احنا قاعدين ندور عليك بكل مكان، وانت قاعد هنا الى العصر. انت مشاري ترى هذا اخوك، مو اخوه ناد. انا ما اشرح عليه، اشرح عليك انت اللي حاطك من عقبي وتجلس محلي في مجلس الرجال. دور على اخوك وطلع بسرعه. سم يبا سم، تعال يبا الحين انت معي. تعال تعال معي يبا. بادي عليك الوهن وذل يا شداد، ما شفت شيء للحين. هذه بداية نهايتك، ونهايتك على ايدي. تدور مشاري ها؟ مشاري خلاص عافك، وشماس على دربه. لازم احرمك من عيالك مثل ما حرمتني وهنتني. تحسب اني نسيت يوم كنا شباب وانت تذلني وتهيني عند الناس لانك قلت يا خديره بعد. ويوم اشوفك تضرب ابوي، ابوي كنت تضربه، هو شيخ ضعيف، يوم تاخر عن الشغل بهالمزرعه ما يرتاح لبال الا وانا اشوفك وحيد تموت من الندم كل يوم 1000 مره. ما شفت شيء للحين يا ولد اللحام.